طيب نرحب بحضراتكم مرة تانية، وفي الفاصل حبينا ندخل على السوشيال ميديا تويتر بس باستخدام الإيجابي بقى عشان نشوف حضراتكم بعتين إيه، في خاصة بالموضوع اللي كنا طرحناه ده. فأنا هو في اتنين بس اللي بعته بصراحة، الاتنين اللي صاحيين لا اتنين اللي بيتفاعلوا يعني. ففي واحد كان بيتكلم إن هو متفق معانا جدا جدا في النقطة اللي احنا بنقولها، وبيقول هو لسه متجوز جديد وحياته بعد فترة بقت كده هو ومراته، يعني هو لسه عريس جديد بيقول ان فعلا حياته بقت كده هو ومراته كل شويه الموبايلات في ايديهم. فللاسف دي حاجه مش ايجابيه بالمره، يعني انا بتكلم بجد ليها نتائج سلبيه على اللونج ران كمان، غير ان هي كان في دراسه انا قريتها بجد والله اونلاين كان بيتكلم فيها الخبير اللي كان عامل الدراسه دي، بيتكلم ان السوشيال ميديا تحديدا بنسبه انت بتضيع عليها قد ايه في اليوم ممكن تأثر سلبي جدا على حالتك النفسية، بمعنى ان هي قد تصل لحالة الاكتئاب، لان انت دايما عمال تشوف اللي حواليك بيعملوا ايه، واللي حواليك اللي احنا بنشوفهم على السوشيال ميديا على فكرة مش شرط هي دي الحياة اصلا، يعني ممكن تبقى مجرد لحظات كمان بتختلق يعني مش حقيقية. ف حتى على صعيد الرياضه السوشيال ميديا خربت الدنيا اكتر ما هي مفيده. دي النقطه، ما هي دي النقطه يعني للاسف الشديد. على كل حال كنا حابين نتكلم في النقطه دي لان احنا كمان من ضحايا السوشيال ميديا، احنا بنتكلم مش اللي هو احنا مش من ضحاياها برضو لا كلنا، فعشان كده لازم نخلي بالنا شويه لان ده ليه تاثير سلبي جدا على الحياه النفسيه او الصحه النفسيه، وبالتالي اكيد على يعني الجسم وعلى فكره ان انت مش تقدر تمارس رياضه وعلى المزاج العام وعلى الانتاج البشري و الى اخره.